الإمامة ليست بالسن. قال علي بن أصباط للإمام الجواد عليه السلام: جعلت فداك، إنهم يقولون في حداثة سنك. قال: وأي شيء يقولون؟ إن الله تعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فوالله ما كان اتبعه إلا علي عليه السلام وهو ابن 9 سنين، ومضى أبي وأنا ابن 9 سنين، فما عسى أن يقول: إن الله يقول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، إلى قوله: ويسلموا تسليما.